هذا وترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اجتماع الدورة العاشرة للجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين. هذا وحضر الاجتماع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي السيد خليفة شاهين المرة وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ والسيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والسيد خالد عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين والسيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وعدد من كبار المسؤولين في البلدين في وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار. وفي بداية الاجتماع ألقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني كلمة أكد فيها أن انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة يأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين الدائم على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله. وأشاد وزير الخارجية بما تشهده مسيرة التعاون الأخوي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء في كافة المجالات. وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالنهج الحكيم للسياسة الخارجية لدولة الإمارات الشقيقة معربا عن الشكر والتقدير لمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه مختلف القضايا والتحديات. وتم خلال الاجتماع استعراض مسار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما حققته من تقدم ونمو في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري والتجاري والصناعي وغيرها من المجالات التنموية والفرص المتاحة لتوسيع آفاقها خدمة للمصالح المشتركة. وأكد رئيسا الوفدين البحريني والإماراتي أكد على الإرادة السياسية المشتركة للبلدين لمواصلة تطوير العلاقة المتميزة بينهما والرغبة القوية في تنميتها في جميع المجالات. وقد استعرض الجانبان العلاقات الثنائية القائمة في ضوء ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في 9 نوفمبر 2021 في أبوظبي. وأكد على أهمية استمرار ومواصلة دعم وتعزيز وتطوير علاقات التعاون وتفعيلها بما يلبي المصالح المشتركة. وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وأبديا ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم بينهما. كما أكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل سويا في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية. وأشاد الجانبان بالتعاون المشترك والمتميز بين البلدين الشقيقين في المجال القنصلي. العلاقة المتميزة اللي تربط البلدين مبنية على نهج عظيم حقيقة أسسه وأرساه القادة الآباء المؤسسون، وكما بينت سموك أن الجميع مواصل على هذه المسيرة وعلى هذا النهج، وطال عمرك كلها في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ملك البلاد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله ورعاهم طول العمر. أيضا مثل بعد ما بينتوا أنتوا مساعة أن هذه المسيرة يتم توارثها بين الأبناء وبين إن شاء الله وننقلها إلى الأجيال القادمة.
هذه المسيرة نموذج طويل العمر للتلاحم والتكامل والترابط بين الشعبين وبين القيادتين. يقول المثل: الشعوب على دين ملوكها طويل العمر. وأيضا مبنية طويل العمر على قواعد متينة من الود والاحترام المتبادل وصلاة الدم وشائج القربة طويل العمر ووحدة الهدف والمصير. احنا يا طويل العمر في البحرين نعتز بما تقومون به وبالنهج الحكيم للسياسة الخارجية، جهود ملموسة لإشاعة السلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم، وأيضا تركزون ومهتمين بدفع مسيرة التعاون الخليجي للحفاظ على تماسك المجلس، مجلس التعاون، وتعزيز إنجازاته، ودائما تسعون إلى دعم العمل العربي المشترك بما يحفظ الأمن القومي العربي ومصالح شعوبنا العربية.